ما زلنا في مكة المكرمة حيث يلتحق بنا من هناك مراسلنا خالد الجناحي. أهلا بك خالد معنا، عيدك مبارك، كيف تسير الأمور لديك؟ نعم محمد، وكل عام وأنت بخير. بالنسبة لي ما يتعلق بالحج، الحجاج الآن هم كما تعلم في مساكنهم المعدة سلفا، يوم غد بإذن الله يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد الزوال، أي بعد صلاة الظهر. محمد دعني أترك الفرصة أيضا لمشاركة الدفاع المدني، أستضيف في هذه اللحظة المقدم محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني ليحدثنا عن مجريات الخطة، كيف نفذت، هل نفذت مقدم محمد خطتكم كما أعدت مسبقا في حج هذا العام؟ نعم ولله الحمد، اليوم انتهت المرحلة الرابعة من خطة الدفاع المدني دون تسجيل أي بلاغات أو حوادث ولله الحمد، حيث أعلنت الجاهزية الكاملة في مشعر منى وفي الطرق المؤدية إلى مشعر منى، وأيضا في منشأة الجمرات وفي ساحات الحرم المكي. فرق الدفاع المدني عملت على التواجد ورفع الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات الدفاع المدني، سواء من خلال فرق التدخل السريع أو من خلال تكثيف الجولات لفرق الإشراف الوقائي في هذه المواقع. تشاركون في كل عام وفي مشاركتكم أيضا مراعاة لكافة العوامل المتوقعة، ربما أيضا من الأمطار هي من أهم العوامل المتوقعة في خطتكم، ما الذي أعددتموه؟ ونعلم أنه لم يستخدم يعني أي شيء متعلق بالأمطار، ولكن إلى أي مدى الخطة متكاملة؟ ما الذي اشتملت عليه الخطة؟ بالتأكيد الجانب التنسيقي مع الجهات المعنية ومنها من الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة، حيث يتم العمل على التأكد من أن البيانات التي ترد للزملاء ترد للدفاع المدني على رأس الساعة، حول تحليل البيانات والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها، ومن ثم يتم التطبيق الميداني للإجراءات لمواجهة الحالة قبل حدوثها من خلال الخطط التي أعدت مسبقا. هذه الخطة تم تنفيذها خلال الحالة المطرية التي تعرض لها المشاعر المقدسة والتي كانت متابعة من قبل فرق الدفاع المدني. الفرق المتخصصة في الإنقاذ المائي وكافة الآليات المطلوبة كانت في حالة جاهزية كاملة، ولله الحمد لم نتلقى أي بلاغات حول هذا الأمر. الدفاع المدني يعمل في إعداد خططه على وضع عديد من الافتراضات ومن ضمنها التغيرات المناخية، ومن ثم يتم تجهيز القوى البشرية والآلية لتنفيذها. شكرا المقدم محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني. محمد، تلاحظ معي ايضا ان يعني كافه الاستعدادات التي تحمي الانسان سلامته وصحته وامنه هي من التدابير المتخذه، والاجهزه الحكوميه لديها الخبرات المتراكمه التي تحقق نجاح خططها باذن الله. شكرا جزيلا لك خالد الجناحي، وشكرا ايضا لضيفك الكريم.